كنت أنا دائما أحاول أفتش على مفردات، على قصائد تهزني، فلقيت لقاء أكثر من رائع لأستاذنا الكبير الراحل عبد الرزاق عبد الواحد. لقاء وهو يتكلم عن مصر بطريقة رائعة طبعا، ويستاهلون طبعا أكيد. ومن بعدها يقول: سألتني زوجتي نسيت بغداد، فكتب قصيدة. لما لقاها بصراحة أنا بهالظروف هاي الآن يعني خليتها أمامي، يعني شبه ارتجال راح أعملها أمامكم. بدأت بها شوية بس صراحة ما قدرت، يعني الكلام مؤثر جدا، فحبيتكم تشاركوني هاي اللحظات الرائعة. بعد ما غنيت وصل يقفل. نسيت بغداد قالت لي فجفلني سؤال حلوة المذبوح التجفيل. نسيت بغداد ويل أمي وويل أبي، لو ليلة بت عن بغداد مشغولا. نسيت بغداد قالت لي فجفلني سؤال حلوة المذبوح تجفيلا. نسيت بغداد ويل أمي ويل أبي، لو ليلة بت عن بغداد مشغولا. إني أشاغل روحي عن مدامعها، إني أشاغل روحي عن مدامعها كي لا أصير مع الإدمان مخبولا. نسيت بغداد أنسى كيف، إن لها عد المسامات في جلدي تفاصيل. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، ولمتكم الحلوة تكون دائما يغطيها سماء من الفرح من الراحة والاستقرار والسلام والصحة. الله يبعدكم عن أي مكروه، الله يوفقكم. أتمنى من نطلع من هاي الأزمة، أتمنى نكون تعلمنا كثير، أتمنى نكون تعلمنا شلون نحب بعضنا أكثر، شلون نكون قريبين من بعضنا أكثر بالمحبة بالخير، كيف نحافظ على الأرض، كيف نحافظ على كل شيء حولنا. أنا أحبكم ولأني أحبكم أغني.